المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حلوة اقتصادية وبكمية كثيرة، حلوة الهلال. نبدأ على بركة الله. لدينا 250 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، وأربع قطع من الجبن المثلث، وبيضة واحدة، و150 مللتر من الزيت ما يعادل كأس عنبة، و150 جرام من السكر ما يعادل كأس عنبة، و250 جرام من الفول السوداني أو الكاوكاو المحمر ومطحون بقشرته، والقليل من الملح، و800 جرام من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر، وسكر فانيلا، والدقيق يبقى حسب الخليط. أضيف رشة خفيفة من الملح إلى الزبدة والسكر وسكر فانيلا، وأقوم بخلط السكر مع الزبدة. وأضيف بيضة والجبن والزيت. ثم أضيف الفول السوداني والكاوكاو وأضيف الدقيق تدريجيا، مع خميرة الحلوى أو بيكنج باودر، أستمر في إضافة الدقيق حتى أحصل على عجينة متماسكة. كما تلاحظون نحصل على عجينة يسهل تشكيلها. كمية الدقيق التي استخدمتها في هذه الحلوى هي 650 جرام. أقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع. وأحاول إعطاء الحلوى شكل الهلال بهذه الطريقة. وأضع الحلوى في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق. ندخل الحلوى إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نشعل الفرن من الجهة العليا والسفلى حتى تأخذ الحلوى اللون الذهبي، بعد ذلك نخرجها من الفرن. نترك الحلوى لتبرد تماما ثم نمررها في السكر الناعم. هذا هو الشكل النهائي لحلوة الهلال. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.